ركله ركنيه. يوسف حسن يلعبها بشكل متقن. الله، هدف اول لفريق بلديه المحله من ركنيه متقنه عن طريق يوسف حسن. ينجح البروندي محمد اميسي ان يفتتح ويقص شريط التهديف مع الدقيقة 18 ليتقدم لفريق بلدية المحالة برأسية أشبه بصاروخية كأنها مسددة بالقدم وليست بالرأس. كرة حركت الشباك بعد أن حبست الأنفاس لمدة 17 دقيقة، لكن الانفراجة تأتي بعد هروب وتفوق على خط دفاع السموحة فريق المواجه الأزرق، ولكن